على بيراميدز بقى، كان ماتش امبارح وده يعني موضوع مهم فتحناه قبل كده لو نتذكر الحلقه اللي فاتت، ما كناش متخيلين الموضوع يعني ان بيراميدز يخسر. يعني بيراميدز كنا متوقعين ان هو في مصر هنا الوضع يختلف، نجوم عندها الخبرات انها ترجع مره تانية للمباريات القويه من خلال نجوم زي احمد فتحي، رمضان صبحي، شريف اكرامي، عبد الله السعيد، يعني مش عايز اقول ده اسامي بسمها ما شاء الله، لكن يتغلبوا على ارضهم ثلاثه، وده يعتبر اكبر خساره لايه الانديه المصريه في البطوله دي تعتبر، يعني فوضع يعني ما كناش حابينه. يعني طيب هو انا المره اللي فاتت الحلقه اللي فاتت قلت لك كل ماتش هو بيلعب بالاسلوب قبل كده في دوري الابطال، مين هو دوري الابطال؟ انا بتكلم على بطوله الكونفدراليه. هو قلت لك الماتش اللي فات يعني جاي على ماتش جاي على ماتش، هي بطولات افريقيه بغض النظر. لا انا بتكلم على بطوله معينه منفصله، يعني مش اخر، مش نهايه العالم يعني. ان اروى برينا كل ماتش بيلعب بطريقه، الماتش الجوله الثالثه في المغرب لعب 3 4 3، المره دي لعب 4 1 4 1. ما اعرفش ليه السبب، يعني في مشكله عند الوبارينا في التشكيل بتاعه، مش ثابت، مش عارف اللعيبه لسه، مش دارسهم كويس، مش عارف يسيطر. لا هو عارفهم، انا معاك في دي، هو عارفهم بس مش عارف يستخدمهم. ما هو لا ما عارفهم بس مش عارف يستخدمهم، مش عارف اسمائهم. كانوا عارف صراحه ما تنساش ان بيراميدز في اول ماتشين كسب بالظبط، بس هو بيراميدز هيوصل، المشكله مش في الوصول دور ربع النهائي. الفريقين التانيين كانا هنا جنبي دوت التنزاني ده هيوصل، ما عندوش مشكله نمونجو. بس المشكله في دور ربع النهائي وقبل النهائي، انه هيقابل فرق تصنيف تاني واول، هيواجه صعوبات بالطريقه دي وبالاسلوب ده. وزي ما قلت لك المره اللي فاتت بخاطب ملاك او الناس اصحاب المشروع بتاع بيراميدز، كل ده تعالوا انقذوا مشروع. كل ده خسر، عايز خاطب الملاك. هو بيخسر بس هو بيخسر، هو انت هو بشعد بتاع امبارح ده اللي حصل امبارح. طب انا هسالك، مهمبي كان بيخسر جامد لما كان في طول افريقيا، كان بيخسر جامد، ما حطتش الملاك لسه. ممكن اسالك مهمبي صرف 450 مليون جنيه، القيمه التسويقيه للاعبين كان بيصرف وقت ما كان بدا. لا لا صرف 450 مليون على ايامهم، كانت بتعادل 450 مليون. القيمه التسويقيه وبورصه اللاعبين في نادي بيراميدز بعد ماتشات زي كده وزي ايه اللي هيحصل لها؟ هقطعك في القصه دي، وبما ان انا بتعامل ان انا ببيع وبشتري لعيبه وبكسب من اللعيبه وبكسب من رعاه، فدي بتبقى غير كده وكده. في مشكله دلوقتي ان انا بشوف حاله تربص غير عاديه بيراميدز. مش عارف ليه ده نادي مش عارف السبب يعني، وتجربه كويسه وتجربه حلوه. طب انا عايز اسمع. لا معلش الكونفدرالية. لا لا ثواني فاهمني يعني ايه نادي استثماري؟ الاستثمار اللي استثمره لا فاهمان اسمه تعرف واسمه كل حاجه. لا لا ايه الاستثمار اللي استثمره فاهمولي؟ وصل نهائي لا لا ايه الاستثمار تمام، ايه العائد اللي كسب ايه؟ ما الاستثمار ده انا بحط فلوس في المشروع. ثواني بقى سعادتك. لا لا معلش اصل تقول لي ده نادي استثماري. ايوه استثماري فاهمني بقى، انا بحط فلوس في مشروع مستثمر فيه يجي لي عائد، ايه العائد بقى؟ العائد بالنسبه لهم غير العائد بالنسبه لك انت، انت ممكن العائد بالنسبه لك فلوس، هو بالنسبه لهم عائد حاجه تانية. ولا في بطولات، لا فلوس ولا بطولات. وصل لنهائي الكونفدراليه في اول سنتين اللي انت بتتكلم فيه، عايز انت اكتر من كده ايه؟ واحنا كنا بنشجع التجارب الاستثماريه زي ام بي قبل كده وبتروجيتو وحاجات كان تلت الدوري ثلاث سنين استثمار غلط. ليه لا؟ احنا عايزين بالمره الجايه حالا نجيب محاسب معانا فاهم؟ مالهاش علاقه، هو انت مش لازم تفوز باول نجيب محاسب. نادي لسه وليد بقاله سنتين ولا ثلاث سنين، انت بتتكلم عايز اللي بياخد خمس سنين. ما كانش نزل الاسيوطي قبل كده بغض النظر، انا ماليش علاقه بالاسيوطي، انت مش بتتكلم من ناحيه التجربه الاستثماريه. الوضع بقى اختلف بقى، ملاك تاني. لكن انا في تربص فكر تاني، الحاج الاسيوطي كسب وعامل ثاني نادي جديد دلوقتي بالظبط. في تربص واضح، في تربص واضح بنادي بيراميدز تمام. ليه انا مش فاهم كل ده؟ عشان خاطر في بعض النجوم شافت ان رغبتها لا بتتفش الموضوع يا محمد، نادي بيراميدز النبي بتتفش الموضوع بلا نجوم بلا انديه ثانيه جابها هنا. محمد ما تتفش الموضوع، انا ما بتتفش الموضوع. لا ونبي وعشان خاطر يتغلب بالرجاء المغربي بس خلينا نقول ان طبعا بقت القصه خلاص. لا خلينا نقول ان في حاجه غريبه بالنجوم دي، بالنجوم دي انا معاك، ده نجوم منتخب مصر. ريال مدريد لما برضه جاب نجوم في فتره من فترات ما كانش بيكسب الدوري. طيب يبقى هنا في حاجه غلط، هو كان في حاجه غلط. يبقى الموضوع مش موضوع ان انا اروح اجيب لعيب ونكلم الملاك، ان انا اروح اجيب لعيبه بالثمن ده واخسر. بص انا او اخسر بالشكل ده او بتحصل. يبقى شكلي في الدوري بالشكل بس ده، دي الفكره. بص قيم التجربه بالكامل، قيم التجربه بالكامل، اللي وصل له ايه في فتره زمنيه قد ايه، اللي وصل له ايه في فتره زمنيه قد ايه. بقى في المربع الذهبي اكتر من سنه في الدوري تمام. نفس الامر وصل ليه كاس نهائي كاس الكونفدراليه. طيب حاجه كلها ودي انا هقول لك، انا ما اعرفش الاهداف بتاع الملاك بغض النظر ايه هي. لا لا ما انا لو الاهداف ان انا ابقى انا كده واصل للتوب بتاعي في المرحله دي، اصل هي مراحل. هو انت لو انا واصل للمرحله دي في التوب 10% من الميزانيه اللي هو بيقول عليها دي
وصل كان في المربع بعد كام سنه دوري بقى بعد كام سنه بقى يعني هو عنده وجهه نظر برضه بتكلم في تايمينج لا مالهاش علاقه ما انا بقول لك لو الملاك شايفين ان دي المرحله بتاعت الوضع ده المرحله دي انا ان انا اوصل لكن انا هسالك هو ينفع ان انا عشان نتغلب ماتش نتغلب ماتشين من الرجاء المغربي وده برضه فرقه مش قليله عايز اقفل النادي اقفل النادي انا هقول لك لا بقى بيشوف فين الملاك بقول لك انقذ المشروع مش اقفل النادي ماشي اتفق ما تقولش كلامي غلط ماشي اذا كنت بتسمع طب هتنقذ المشروع ازاي ينقذ شوف بقى ايه العيب بقى اداره جهاز فني طيب هو بيعمل كده وبيغير ولما بيلاقي مشكله في مدير فني بيغير صح ولا لا بقاله كتير ما غيرش طب خلاص طب عشان كده شايف انه صح الراجل ده طول برده الارجنتيني ده اهو اتفضل